عليكم جميعا. انا عندي تحدي كبير اليوم. التحدي الاول الامبوستر سيندروم، لما الواحد يحس انه في مكان ما يستاهل ان يكون فيه او مو مقترر او ما يصلح او لا يستحق. وهذا شيء يمكن نلمسه جميعا في حياتنا دائما، انه هل فعلا انا استحق اني اسوي اكثر من كذا؟ هل فعلا انا يقول جامع احقق اكثر من كذا او اطمح لاكثر من كذا؟ التحدي الثاني، الموضوع اللي اتكلم عنه عاده اخطب فيها 5 ساعات او اكثر، فالتحدي اني اعطيكم اياه في 10 دقائق باذن الله، فتحملوني اذا استخدمت اي مفردات او كلمات صعبه شوي عادي تبحثون عليها بعدين. موضوع اليوم روحوا تقهوا وشوفوا اللي برا، احد ما شاف شيء. موضوع اللي برا 400 من اين الى اين؟ اللي اقصد في نفس اللي تكلمت عنه تو، ان كيف احنا في حياتنا نبني لانفسنا اسقف من زجاج من تحديات نواجهها بناء على الباك جراوند او الخلفيه اللي احنا جايين منها، سواء كانت قبيلتنا، سواء كانت مستوانا الدراسي، سواء كانت ظروفنا الماديه والى اخره. ولكم ان تتخيلوا العوامل الاخرى اللي ممكن تكون نفس الشيء. بسالكم سؤال، اذا هذا كان هدفي، بسالكم سؤال اذا سمحتوا لي اسال. كم مره اخذتوا دوره او ورشه عمل حسيتوا فعلا المعلومات اللي اخذتوها مفيده جدا وممكن تطبقونها في حياتكم؟ ما شاء الله. طيب كم مره حسيتوا انه بعد ما حضرتوا الدورات هذه او الورش هذه او المحاضرات هذه وما استفدتوا فعلا، ما طبقتوا الافكار هذه؟ في شيء غلط شباب وشابات. طيب لما نفترض ان الامور هذه لما نشوف واقعها في حياتنا وما نطبقها، يمكن افكارنا تقول انه يمكن ما يصلح، يمكن ايوه it sounds good but it doesn't work، او لهم جرى انه يمكن ايوه اوكي بس ما حرت تضبط معي. لو اقول لكم على كل الكلام اللي اتكلم عليه اليوم واطلب منكم انكم تلبسون قبعه الفضول وتكونون فضوليين، اذا حد يعرفكم فضوليين تجاه المحتوى وكيف يمكن ينعكس في حياتك، كيف ممكن يفيدك او كيف يمكن يعكس على مستقبلك او في الحاجات اللي انت فعلا تبغى تسويها في حياتك. كيف تعرف عن نفسك؟ هو سؤالي الاول لكم. لما تفكر اصلا في السؤال من وين تجي الاجابه؟ كيف تقرر انك تجيب اجابه زي كذا، اجابه تعرف عن ذاتك انت كبني ادم؟ من اين تجي الفكره؟ اوه فكره، يعني يمكن تحتاج تفكر على اساس تطبق انت مين. طيب من وين جتنا الافكار وكيف تتكون الافكار هذه؟ لو صح الكلام في نظرية عادي، أرجع لسؤال كيف تعرف عن نفسك؟ متى قررت أنك أنت كذا؟ متى قررت في حياتك اليوم، قبل أسبوع، قبل 10 سنوات، لما كنت أصغر، قبلها بفترة أكثر، وش الحدث اللي خلاك تقول أنا عصبي أو أنا ما أتحمل أحد يكذب علي؟ أو إن هذا الشيء اللي أنا دائماً أسويه ومتعود عليه وكذا الأمور أصلاً. تعريفك هذا من وين يجي؟ لما نتكلم عن الأفكار هذه كيف تتكون؟ وكيف تتأثر في حياتك؟ وكيف يمكن مستقبلك يتغير بناءً على أنت فكرك في الموضوع هذا وش هو بالضبط؟ يعني إذا أنا مر علي موقف في حياتي، كيف قررت إن الموقف هذا هو فعلاً حصل زي ما أنا شايفه يحصل؟ بمعنى آخر، هل أنا قاعد أشوف الواقع ولا الواقع قاعد يملى علي بطرق أخرى؟ أبين لكم أكثر. في نظرية الـ RAS Reticular Activating System، نظام التفعيل الشبكي، بمعنى أبسط وش يسوي شيء هذا؟ يفلتر لك أفكارك، كل شيء يمر عليك في ذهنك يفلتر بحيث أنه المهم يبقى والغير مهم يلغى من الذاكرة. الآن إحنا في القاعة هذه قاعدة تمر علينا أشياء كثيرة جدا جدا جدا، منها الأضواء، منها الحركة، منها البرودة، يعني 5 حواس عندك كلها قاعدة تستقبل. طيب أنت وش قاعد تركز عليه في اللحظة هذه؟ الثيري حقت الوركينج ميموري، وقبل أوصل للوركينج ميموري أعطيكم مثال ثاني على الـ RAS. قد جريت ماركة معينة ثم بديت تلاحظها كثير عند الناس، إيوه هذه نفس اللي أنا عندي إياها. أو شريت سيارة معينة مثلا، وصرتوا أنتم كمان تشترون سيارات، شريت سيارة معينة وبدأت
تلاحظ انه يو السيارة هذه منها كثير في الشارع. طيب اول كانت موجودة، ليش ما كنت اشوفها؟ المخ كان يفلتر المعلومات الغير مهمة ويبقي لك اللي المخ يعتقد انها مهمة. طيب لحظة، اذا كل هذا قاعد يصير من غير ما انت تتحكم فيه، ايش كمان قاعد يصير؟ ايش كمان مخك قاعد يبرمج ويشتغل من غير ما انت تدري؟ هذه طاقة مهولة كبيرة جدا. يمكن تكون اقرب مثال لها الذكاء الاصطناعي، انها شغالة بمحاور، هي متأكدة انها هي شغالة صح، وانت ما انت ملقي لها بال. فهنا يجي الوعي واللاوعي. يعني اذا لما نرجع انك كيف تعرف عن نفسك، فهل انت قررت ان هذا تعريفي ام الظروف حكمت لك بناء على انت وش كنت مركز عليه؟ الثيري حقت الوركينج ميموري لما نتكلم عن الحواس الخمسة موجودة من القرن 18 وعليها دراسات كثيرة، من ضمنها الار اي اس. ايضا تقول الانسان ما يقدر يركز على اكثر من 7 حاجات في اللمحة الواحدة او في اللحظة الواحدة. طيب 7 حاجات كثير اصلا، بس قليل مقارنة بالمعلومات اللي قاعدة تصير حولنا. انا ممكن اركز على شخص زعلان واقول هذا اهاني كيف قاعد يكلمني بالطريقة هذه، او يمكن افكر واركز على شيء ثاني واقول لحظة وش فيه، انا عارفه عادة ما يسوي كذا، وش اللي خلاه يختلف؟ وش اللي خلى نظرتك للموقف تختلف لما انت تناظرها بالطريقة هذه؟ اذا تركيزنا يمكن يأثر على تفكيرنا، وتفكيرنا ممكن يأثر على احنا كيف نعرف على انفسنا وكيف نتعامل مع مواقف، وكيف هذا ينطبق على رؤيتنا للامور الاجتماعية والعائلية والعملية، وايضا كل ما يمثلك بصلة. اقول لكم قصة شاب. من الحاجات اللي احبها في حياتي اني اتابع حياة الناس واشوف تصرفاتهم وليش يتصرفون كذا، وش اللي خلاه يتصرف كذا والى اخره. فاحب اتامل في حياة الناس واتعلم منهم كثير امانة. وفي شخص تعلمت منه كثير وعارفه من طفولتي وسمح لي اني انشر قصته، من الجنسية الباكستانية، وكان معروف عنه في الحارة انه ولد الباكستاني لان ابوه كان عامل وكان يخدم جميع في الحارة وكان حارس المسجد والى اخره. انا نتكلم عن ايام زمان. فالشاب هذا، انا من الكبير ترى، الشاب هذا ما قدر يدرس، ما قدر يكمل دراسته لان ظروف اسرته كانت متواضعة جدا. اذا سمحتوا لي اقول كانوا فقراء. وكان الاب لما الولد هذا صار عمره 14 ابوه تسفر، فاضطر انه يكمل حياته مع اهله من غير ما يكون قدوته موجود امامه. فهذا اثر عليه، يعني كنت اشوفه في الحاره عندنا وكان واضح الاثر عليه قبل وما بعد، وايضا حياته والتنمر والامور الثانيه. وعادي تمر ايام تشوفه ما يلعب كره زين ويقول لهذا، تقول له ليش يا فلان عرفك تلعب زين مش عندك؟ يعلمك والله ما كليت اليوم. فكان ظروفه صعبه، فما ابي اذكر حاجات ثانيه، بس اللي يكفي ان كنت اشوفه في مواقف واقول كيف يقدر يتحمل ويعيش فيها. حتى لما يتعرض للتنمر كان عادي يقولون عنه او يقول هو عنهم انه عادي كذا الامور مفروض عادي. فكان متقبل الامر. فلو سالتكم سؤال ولو تتخيلون بعيدا عن المثاليه وكل الامور هذيك، وش ممكن يكون هو مستقبله واقعيا لما يمر في ظروف زي كذا؟ طيب لو قلت لكم ان الشاب هذا يوم انه صغير تعلم العربيه صار يتكلم زينا، لو قلت لكم انه تعلم الانجليزيه من القناه الثانيه ايام غصب 1 وغصب 2، يعني ما في موارد بس تعلم الانجليزيه، وايضا لما كبر تعلم لغات اخرى، فاليوم اذكر انه يتكلم 6 لغات واكثر. لو قلت لكم انه كان انه ما يقيم الواقع انه وش اللي خطا وكيف انا ما ادري ايش ظروفي، لا كان يقيم وش اللي اقدر اسوي على اساس اضبط، كيف اقدر اعين اهلي اكثر، كيف اقدر ما ادري ايش. فكان تفكيره تجاه الحلول وليس تجاه المخاوف. فكان تفكيره هذا ادى الى انه يشتغل في الموارد البشريه، ادى انه يشتغل في الاداره الماليه والتقنيه والى اخره، وابحر في عالم الشركات والى اخره، وخبره وصار له 15 سنه يشتغل. طيب تخيلوا معي لو قلت لكم الشخص هذا واقف امامكم الان يتكلم في تيدكس، شكرا. شكرا.
أنا ما أقولها على أساس أبين واو أنا cool I'm awesome because I am، بس هذا مو القصد. القصد إن كلنا في عندنا قصة سلمان، كلنا عندنا ظروف نعتقد إنها عادية ونعتقد إن المفروض الحياة كذا وهذا وما أدري إيش وما في حل ثاني وما أصلح وما يستقبل. كلنا نمر في قصص ولنا قصص لو حكينا لغيرنا يمكن يتأثر زي ما تأثرت يمكن اليوم أو جاملون. بس القصد إن اللي تعلمته من قصتي ومن قصة ناس كثيرين زي سلمان إن أنت لما تغير تفكيرك وتركيزك تجاه الحاجات اللي أنت فعلًا تبغاها، بدل ما يكونك تفكيرك تجاه الحاجات اللي أنت خايف منها يكون تركيزك على الحاجات اللي أنت بتحققها اللي هي أهدافك. فسلمان مر في تجارب كثيرة، تعلم وقابل، وفي ناس كثيرين ساعدوه في حياته، في ناس كثيرين دعموه وتعلم منهم رغم التحديات اللي كانت موجودة، رغم الأمور اللي مر فيها، إلا سلمان تعلم وكبر. هذا بابا تعلم وكبر ومر في أمور كثيرة جدا. فلما نتكلم عن قصة سلمان وغير سلمان نتعلم منها حاجات كثيرة، بس اللي أنا ودي أعطيكم إياها القائمة صغيرة جدا ويمكن مستهلكة أكثر من اللازم التي هي اللي أنا تعلمته. بس قبل أعطيكم القائمة تذكرت إن في أسئلة. فإيش الحاجات اللي أنت قاعد تتحملها في حياتك وفعلا ما تبغاها وكيف ممكن تغير تعاملك تجاهها؟ إيش الحدود اللي رسمتها لنفسك في حياتك؟ إيش النقاش الداخلي اللي مر عليك في ذهنك اللي يمنعك من اللي أنت بيه؟ كل يوم نصحى من النوم ويصير لنا حاجات كثيرة مثل الصمت، من يوم نقوم من الفراش ونتغسل ونتحمم ونطلع للدوام أو المدرسة أو الشغل أو لعيالنا. طيب مع الصمت هذا في نقاش كثير قاعد يصير داخل مخك، كيف أنت قاعد تسوق النقاش هذا أو هل النقاش هو قاعد يسوقك أنت؟ وكل هذا يرجع للتفكير وتأثيره عليك أو أنت تأثيرك على تفكيرك. الليستة المستهلكة هي الفشل، لأن لو ما فشلت ولو لا حصلت الأمور السلبية في حياتي ما كنت تعلمت منها وكان عندي الشغف تجاه الحاجات اللي أبغاها اليوم. إذن أي شيء سلبي يصير في حياتي أتعلم منه درس وأعرف أن هذا لو لا صار ما كان قادني إلى شيء ثاني أحتاجه، درس، هدف، شغف وإلى آخره. الاستماع لازم تكون فضولي لما تستمع. الاستماع له أمور كثيرة ما أقدر أشرحها في وقتنا القصير اليوم، بس الاستماع 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 لسن، لأنك أنت لما تقعد تردد اللي أنت تعرفه أنت قاعد تردد شيء أنت تعرفه، بس لما تستمع يمكن تتعلم شيء جديد، يمكن تفهم الشخص الثاني. التعلم، كل ما كنت مستمع أفضل، كل ما كنت مهتم بالأمور هذه. أنا لو كان عندي تعليم يمكن ما كنت اهتميت له، بس ما يعرف قيمة الشيء إلا اللي فاقده. فشغفي تجاه التعليم دفعني إلى كل مرة أكسر حاجز أتعلم إن أقدر أكثر من كذا لأني مقابل للتعلم. لما نرفض إن نتعلم نقول إن عارفين ما عاد في شيء نتقدم فيه أكثر من كذا. الثقة بالذات، كل ما نسوي الحاجات اللي ذكرناها سابقا تبني ثقتك بذاتك ويزيد وعيك في ذاتك وتكون فاهم نفسك، وهذا يبني لك اصلا تفهم نفسك وش انا وش شغوف تجاه وش ابغى اسوي في حياتي، ومنها تطلع منك القياده كيف تكون قائد مو للناس بس لنفسك قبل كل شيء. كيف تقود نفسك للنجاح، كيف تقود نفسك وثم اهلك وثم مجموعتك ثم افراد اسرتك والعمل والبيئه اللي انت فيها وفي مجتمعك واهل المجره. انك تكون قائد، انك تكون واثق من نفسك وتكون شغوف تجاه الامور اللي تبغاها رغم كل التحديات، لان التحديات دائما حتكون موجوده. اذا اقدر اختصر لكم كل الكلام اللي قاعد اقوله اليوم، لو تقولنا الامكانيه البشريه ايش حدودها، لما نتكلم عن الطب ونتكلم عن السماء ونتكلم عن العلم وين وصل قبل 100 سنه قبل 1000 سنه وين احنا اليوم، ايش الحدود اللي ممكن نقول انها هي الحدود الانسان الى هنا وكفايه لا عاد تتقدموا. فلما نفكر كذا نقول واو، بس لما نفكر في حياتنا الشخصيه نقول يا والله ما اعتقد، يمكن ما يمديني، يمكن ما اصلح، يمكن ما استحق، يمكن ما ينفع، ليش احاول اصلا؟ طيب لو قلنا لو كان تفكيرك كذا ايش الخطوات اللي تتخذها تجاه الحاجات اللي تبغاها؟ حتكون زيها هزيلة، والنتائج بعد كذا برضو نتائج ضعيفة، واعتقادك إيش يقول بعدين؟
يقول والله شفت قلت لك انك فاشل ما يمديك، صح؟ وهذا يعزز لك بعدين اعتقادك تجاه امكانياتك، وايش انا ممكن اسوي اليوم، وايش ممكن احقق بكره في مستقبلي ولنفسي ولهالي ولغيرهم. طيب لو غيرنا الاعتقاد وقلنا الاعتقاد صار قوي وعندي ايمان قوي ان عندي امكانيات عاليه، كيف الخطوات اللي ممكن اتخذها تجاه الشيء هذا؟ ولما تكون خطواتي واثقه وقادره ورغم كل التحديات اخذ خطوات وخطوات وخطوات، كيف ممكن تكون النتيجه تتغير؟ طيب اذا تغيرت النتيجه وكانت ايجابيه، كيف ممكن هذه تغذي فكري؟ ايوه قلت لنفسي يمديني وفعلا امداني وحققت. كيف هذا يعزز اعتقادك وايمانك انه انا اقدر اسوي اكثر من كذا والدوامه تدور، والعكس لو سويت غير كذا. لو سمحتوا لي اقول لكم اليوم عندكم خيارين. كل الدورات وكل الامور اللي نتعلم في حياتنا احيانا نطبقها واحيانا ننساها. بامكانكم تنسون كل الكلام اللي قلت لكم اليوم وتمشون في حياتكم عادي، او بامكانكم تاخذون الخيار الثاني وتطبقون الافكار هذه في حياتكم وتتحكمون في فكركم وكيف ممكن يساعدكم فكركم بدل ما يكون شيء يضعفكم تجاه مستقبل انتم تبغونه. فمن اين الى اين؟ وشكرا.